ماتش الاهلي وفيتا كلوب الكونغولي انتهى منذ قليل 2-2. زي ما قلت لكم كان الاهلي مغلوب 1-0 وبعدين اتعادل وبعدين قدر ان هو يحرز ال 2-1 يكسب، ولكن ضربه جزاء مش عارفه اسميها ايه بصراحه في الدقائق الاخيره جابت التعادل. الزمالك ايضا اتغلب 3-1. انا كده عندي الاهلي بعد الثلاث مباريات في دوري ابطال افريقيا باربع نقاط وهو ثالث المجموعه. الزمالك بعد ثلاث مباريات بعد ثلاث مباريات معاه نقطتين. مش عايزه اقول وهو برده ثالث مجموعته، مش عايزه اقول ان هو أداء لا يليق أو يعني النتيجة لا تليق بالبطلين اللي كانوا بيلعبوا على النهائي نهائي القرن من مفيش كام شهر فاتوا. أنا ما بتكلمش عن فترة بعيدة. أيوة الأهلي لعب كويس النهاردة الحقيقة، ويمكن الزمالك لم يوفق بشكل رئيسي، ولكن في المحصلة كده النتيجة بالنسبة للفريقين بصراحة لا تليق باتنين لعبوا نهائي دوري ابطال افريقيا. خلونا نبتدي بماتش الاهلي اللي خلص منذ دقائق، ومعانا كابتن عماد متعب نجم الاهلي طبعا الكبير ونجم المنتخب الاسبق. كابتن عماد شفت الماتش ازاي؟ سلمي زهرك الاخبار زي الحمد لله تمام. يعني هارد لك النادي الاهلي. انا وجهه نظري ان النادي الاهلي عنده مشكله كبيره جدا في اهدار الفرص، ودي مش من مباراة النهاردة، من المباراة السابقة واتكلمنا فيها كتير جدا. ما ينفعش النادي الاهلي يجيله النهاردة اكتر من 6-7 فرص صح محققين مع لعيبة مختلفة ويهدروا، شيء طبيعي هتعاقب. دي اول حاجة. تاني حاجة ان انا اتقدمت 2-1 والتغييرات والتعديلات اللي عملها موسيماني غيرت بشكل الفرقة. التحكيم والغاء الفار دي كارثة، انا بالنسبه لي دي كارثه في دور الثمانيه. الفار عشان بس نشرح للناس يا كابتن، الفار في افريقيا في دور افريقيا من الدور الثمانيه مش دور ال 16. بالظبط بالظبط، مش عاملينه في دور المجموعات، ودي كارثه. يعني النهارده ضربه الجزاء اللي اتحسبت على النادي الاهلي النهارده كارثيه في التحكيم، انه اللعيب ما اتلمس تماما تماما تماما، عمرو السوليه ما لمسوش واتحسب ضربه جزاء. الاخطاء دي بتكلف ان في ممكن فرق تخرج من بطولات وتخسر طبعًا بطولات بسبب طبعًا خطا طبعًا خطا ساذج زي ده. انا بالنسبه لي ده خطا ساذج يعني. لكن في الاخر النادي الاهلي هو اللي ادى الفرصه لفيتا كلوب انه يدخل في المباراه. النادي الاهلي عمل مباراه جيده جدا، لكن في الاخر ما ترجمش الفرص بتاعته الاهداف، ودي مشكله كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لمهاجمين النادي الاهلي. لازم 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 يشوفوا فين الخطا ويصلحوه، لازم يشوفوا فين المشكله ويظبطوها، لان الموضوع لو استمر بالشكل ده هتبقى فيه مشكله كبيره. ودي مش اول مره الحقيقه فعلا. فكره هل انت شايف وانت مهاجم رئيسي للنادي الاهلي يعني طول عمرك، هل انت شايف الاهلي محتاج مهاجم؟ هي دي مشكله فعلا، وانا وجهه نظر النادي الاهلي محتاج مهاجم. انا قلتها اكتر من مره وبقولها بقالي فتره، النادي الاهلي محتاج مهاجم، مهاجم النادي الاهلي، وتحت مهاجم النادي الاهلي نحط مليون خط. ما استعجلش في مجايبه، لكن اجيب مهاجم صح. وولتر بواليا لعيب كويس، ما عندناش مشكله خالص. محمد شريف مش مهاجم، وانا بقول ان محمد شريف على مسؤوليه الشخصيه محمد شريف مش مهاجم. كهربا مش مهاجم، اجايه مش مهاجم، كلهم بيقوموا بدور المهاجم لكن غير مهاجمين. ما فيش عندنا مهاجمين باسم مهاجمين غير وولتر بواليا ومروان محسن، دول الاثنين المهاجمين اللي في النادي الاهلي. انا وجهه نظر النادي الاهلي محتاج مهاجم ما اعتمدش على القوه وما اعتمدش على السرعه، عشان في اوقات بيبقى التفكير ان انا اجيب مهاجم قوي وسريع واشيل الفنيات او اشيل المهاره التهديفيه. انا لازم اتابع مهاجم على فتره طويله، اشوفه في المباريات الخارجيه بيتعامل ازاي، في المباريات اللي على ملعبه بيتعامل ازاي، الفرص نسب اهداره للفرص قد ايه ونسب تسجيله للفرص قد ايه. مش في مباراه ولا اثنين ولا ثلاثه زي ما بره بيعملوا. بره ما بيشتروش اللعيب في يوم وليله، بره بيقعدوا يتابعوا اللعيب سنه وسنتين علشان يجيبوه. الشحات، طب الشحات، ما ده الشحات ده يعني كان عليه امل كبير جدا. حسين، انا وجهه نظري ان حسين في الفتره الاخيره مش في افضل حالاته، مش في احسن حالاته يعني فلازم اللعيبه يعني ده طبيعي في الكوره. انا ممكن في فتره ما تكونش في مستواه، ده في الكوره طبيعي. لكن الفكره كلها
فكره، انا بتكلم على فكره الفرص، لازم اشوف ايه اللي مخليني بعيد عن طب المستوى انا واحاول ارجع للمستوى. ماشي، بس انا هأحيلك بقى مثلا لماتش ليفربول اللي كنا بنتفرج عليه امبارح، كويس؟ إيه انت اتفرجت على انه كان في صلاح وكان في ساديو ماني وكان في كل يعني كل السترايكرز وبرضه بي بي بيضيعوا فرص، فحد ممكن يقول لك طيب ما هو ما فريق كبير بقى له خمس ماتشات بيخسر بشكل غير منطقي برضه. انا مش بقارن، ولكن ما هو برضه بتعمل حساباتك بالظبط. بس انا بتكلم ليفربول في الموسم ده مش بتاعه، يعني الموسم ده هو موسم بالنسبه للفرقه كلها مش للمهاجمين بس، هو موسم بدايته مش جيده وموسم سيء. لكن النادي الاهلي بيلعب كويس، اللعيبه بتلعب كويس، صح. النادي الاهلي في وضع كويس في الدوري، عنده مباراه مؤجله لو كسبها يبقى اول الدوري، النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا لو كان كسب النهارده كان هيبقى الثاني بفرق نقطه وعنده فرصه انه يبقى الاول، يعني بتكلم في فكره ان النادي الاهلي وضعه مختلف دلوقتي، ان الاهلي بيكسب، ليفربول بقى له فتره كبيره جدا بيخسر، ثاني حاجه احنا عندنا ماني وصلاح ناس من افضل لعيبه في العالم، لكن الفكره كلها ما بتجيلهمش كم الفرص في الوقت الحالي اللي بتيجي للاهلي، ومبارياتهم مش بنفس سهوله مباريات النادي الاهلي، يعني النهارده طبعا فيتا كلاب النهارده المباراه سهله المفروض يعني المباراه لا سهله داخل الملعب، ما فيش يعني قبل المباراه مباراه صعبه جدا، لكن داخل الملعب المباراه سهله جدا. الافارقه عامه لما بنلعبهم بيلعبوا بعنف، لكن فيتا كلاب ما فيش فرقه بتلعب كره جميله ما بتلعبش بعنف، ما فيش يعني ما فيش حاجه ممكن تخرج اللعيبه عن تركيزها داخل المباراه. فانا وجهه نظري ان انا اشوف كمهاجم اشوف انا بضيع ازاي، هل انا بضيع ان انا لعبت كرة صح والحارس تالق خلاص يبقى انا ما عنديش مشكله، ده تالق من حارس المرمى، هل انا بضيع عشان انا بتصرف غلط او باخد قرار غلط؟ لو انا بعمل كده لازم اصلح ده في التمرين وباستمرار، مش مره ولا اثنين وبمواقف مختلفه، لان طول ما انا بتمرن على الـ على الـ على على احراز الاهداف بمواقف مختلفه هيبقى الموضوع بالنسبه لي سهل داخل ال 18. احنا غلطنا ان احنا جبنا بواليا بدل وما جبناش ايوب الكعبي. ايوب الكعبي ايوب الكعبي مهاجم جيد جدا، انا ما اعرفش تفاصيل الصفقه بتاعت ايوب الكعبي ايه اللي حصل فيها، وجاب النهارده جون هدف عالمي بالنسبه للوداد، لكن انا ما اعرفش ايوب الكعبي بالظبط، ما اعرفش ايوب الكعبي ايه تفاصيل التعاقد بتاعه، لكن وولتر باليا كان ماشي بشكل جيد جدا مع الجونة، وكان في الوقت الحالي كان هو احسن حل بالنسبه للنادي الاهلي عشان نكون واضحين وصراحه يعني. بس حتى في الدوحه ما كانش اداؤه يعني اعظم حاجه بصراحه. اقول لحضرتك حاجه، هي الفكره كلها في فكره دخول المهاجم. الصفقه لما بتكون صفقه جديده علشان تدخل مع الفرقه لازم تدخل في الوقت الانسب. يعني بالنسبه لي وولتر باليا جه النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده المشكله الكبيره الشوط الاول. ما بيسجلش فيه اهداف خالص او نسب تسجيله في الشوط الاول ضعيفه، وفي الشوط الثاني بيبدا يسجل. فانا وجهه نظري وكان الكلام ده قاله الدكتور طه ان وولتر باليا كان اول ما يدخل في الشوط الثاني في الفتره اللي النادي الاهلي بيسجل فيها. لكن وولتر باليا ضياع الفرص بياخد من المهاجم كتير وبيوتر المهاجم، يعني النهارده بواليا الفرص اللي ضيعها هتاثر عليه فتره كبيره جدا. مروان محسن النهارده احرز هدف بقاله فتره يعني غير موفق، والناس كانت منزعجه تحس ان هل ممكن الهدف ده، برغم ان احنا طلعنا متعادلين والوضع يعني مش عظيم قوي، ولكن ده ممكن يعني زي بقول ينول ايه كسر النحس يعني. طبعا لا، ويدي ثقه لمروان كبيره جدا ويهدي الجمهور على مروان بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت ان يبقى مروان عنده فرصه يكون في الملعب. يعني انا وجهه نظري ان المباراه الجايه ما اعتقدش مباراه الاسماعيلي للنادي الاهلي في الدوري ما اعتقدش ان هو ممكن يبدا بباليا، ما اعتقدش، الله اعلم، ما اعرفش موسيماني فكره ايه، لكن ممكن يدي لمحمد شريف ويبقى مروان موجود. وانا وجهه نظري يعني من بره كده ان النادي الاهلي لو هيلعب يلعب بمهاجم، المهاجم سواء باليا او سواء مروان محسن ومحمد شريف يلعب على اي جنب من جنبين، دي وجهه نظر، او ممكن يستعين باجاي، ما يعني لان انا ما بحبش ان انا اقوم الاعب لعيب مش مهاجم في مكان المهاجم، بيخسر كتير من 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 ادائه ومستواه. وضعنا ايه دلوقتي؟ ايه التحدي دلوقتي؟ انا بتكلم في افريقيا، وضعنا ايه؟ احنا معانا اربع نقط بعد ثلاث ماتشات، احنا الثالث، وضعنا ايه؟ فاضل لنا ثلاث ماتشات بتسع نقاط، احنا في الكوره بنحسبها كده، طول ما عدد النقاط يخليني اوصل خلاص الوضع موجود، انا عندي فيتا كلاب هناك هلعب، لازم العب على المكسب،
اشوف فين اخطائي، عندي بعد كده سيمبا هيبقى هنا او ايا كان المريخ السوداني، انا عندي 3 مباريات، مباراتين منهم يعني بره ومباراه على ملعبي، بحسب ببدا اعمل حسبتي، هل انا لو كسبت مثلا مباراه سيمبا وتعادلت المباراتين هيبقى عندي 9 نقاط، هل 9 نقاط دول يعدوني ولا لا؟ هل لو كسبت مباراتين وتعادلت مباراه يبقى عندي 10 نقاط، هل دول يعدوني ولا لا؟ ببدا احسب حسبتي واشوف انا ايه عدد النقاط اللي يوصلني واركز فيه بشكل كبير جدا. لكن بس كلاعيبه نادي اهلي وتفكير النادي الاهلي انا وجهه نظر يعني ان النادي الاهلي طول عمره بيفكر كل مباراه انه يكسبها، لازم نتعلم من اخطاء مباراه سيمبا وما نلعبش في مباراه فيتا كلاب بنفس الشكل، يعني ما العبش بثلاثه في نص الملعب واحاول امن وان انا اطلع بتعز. المشكلة بس يا كابتن ان احنا كده دخلنا في حزبة بيرما، وده لا يليق بالنادي الاهلي في الوضع ده، اللي واخد ثالث كاس العالم الاندية، اللي كسب يعني بطولة القرن، يعني ده احنا بنعمل حزبة بيرما ان احنا نطلع للدور اللي بعديه، الدور الثمانية، عيب يعني. الفكرة كلها يعني ممكن لو ده حصل لو الفرق المنافس اقوى مني، لكن انا مش شايف المنافس اقوى من النادي الاهلي خالص، ولا سيمبا ولا بيتا كلاب ولا المريخ. والنهارده لما تكون الفرصه في ايدي وانا اللي ضيعها بتبقى المشكله عندنا، لكن في الاخر احنا اتحطينا في الموقف ده، بيبقى دور اللعيبه، دور اللعيبه انها تبقى واقفه على رجليها، تبقى مركزه بشكل كبير جدا، الاخطاء تبقى تقل بشكل، لان الاخطاء خلاص دلوقتي ما بقاش في مجال للخطا، لان اي خطا هيخرجني من البطوله. فعلى ما اعتقد ان اخطاء مباراه سيمبا واخطاء مباراه النهارده لازم النادي الاهلي يعني يتلاشاها تماما، والموسيماني مع اللعيبه يركزوا بشكل كبير جدا انه ياخدوا كل مباراه لوحدها. انا عندي المباراه اللي جايه مثلا فيتا كلاب، يبقى تركيزي في فيتا كلاب بس، ابدا بقى اجهز الفرقه ومهد الفرقه لطريقه اللعب واسلوب اللعب اللي هلعبه وشكل الفرقه والتشكيل الانسب. يعني مباراه الاسماعيلي على جنب، دي مباراه في الدوري، لكن انا ابدا ابص في مباراه افريقيا اللي بعدها، لان بعد كده الدوري هيتوقف فتره طويله، هيتوقف حوالي اسبوعين، فممكن اقدر الدوري لسه مسافه طويله، لكن افريقيا انا بالنسبه لي هي الاقرب وهي الاسرع، فلازم اركز فيها بشكل كبير جدا. اشكرك شكرا جزيلا كابتن عماد متعب، نجم الاهلي ونجم المنتخب السابق. هنخرج فاصل، وبعد الفاصل نشوف الزمالك بقى عمل ايه.